احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. ما معنى ألا يكون هناك معنى للمعنى؟ ألا يكون هناك معنى للصداقة، للأخوة، للزوجية، للوفاء، للشرف، للأمانة، للعفة، للوطنية، للتدين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ونبدأ من حيث انتهينا في الأسبوع الماضي. ما معنى أن تكون أكثر الأشياء لا معنى لها في حياتنا؟ هذا ما انتهينا إليه. ما معنى ألا يكون هناك معنى للمعنى؟ ألا يكون هناك معنى للصداقة، للأخوة، للزوجية، للوفاء، للشرف، للأمانة، للعفة، للوطنية، للتدين، للتقوى، إلى آخر هذه الأشياء. وقد يبادر بعضكم إلى التساؤل، وهل حقا فقدت هذه الألفاظ والمصطلحات الكريمة النبيلة معانيها في حياتنا إلا قليلا؟ من مئات السنين أيها الإخوة، ونحن ننشد مع الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. ما معنى الصداقة إذن إذا لم تكن محاطة مكنوفة بالأمان؟ صداقة غير آمنة أيها الإخوة. هل الزوجية آمنة؟ عشرات إن لم يكن مئات الأمثال والمقالات والحكاية والقصص تحذر من النساء، من الأزواج أيها الإخوة، من الزوجات، من خيانة المرأة، من لؤم المرأة، من مكر المرأة، وتنذر بمثل مصير الزوج المغدور، الزوج المغرور المغدور. إذا ما معنى الزوجية؟ طبعا النساء لديهن أيضا قاموس كبير ضخم يذكر بمثالب الرجال وخيانة الرجال وطيران الرجال المستمر من أعشاشهم. أما فيما يتعلق بالحاكم والمحكوم، لا أمان ولا مودة ولا محبة، بل تباغض وتلاعن، نلعنهم ويلعنوننا ونبغضهم ويبغضوننا، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا أمان أيها الإخوة. ومن هنا ما أشرت إليه في آخر الخطبة السابقة: الطبيعة اللمحية والطبيعة الظرفية والطبيعة الوقتية لهذه المعاني، لهذه العلاقات، سرعان ما تنقض الصداقة بسبب تافه وبسيط جدا أيها الإخوة، سرعان ما تنحل عرى الزوجية بسبب تافه أيضا وبسيط، وتوقع كلمات الطلاق تترى متتالية. لماذا؟ لماذا علاقاتنا هكذا؟ أما إن أردنا أن نتحدث عن العفة والأمانة والأقسام والأيمان، أوضاعنا معروفة، نحن نعرفها جيدا، تملأ القلب ترحا وكمدا، تصيب المرء بالكباد أيها الإخوة في الوقت الذي ترى فيه من يبشر أيها الإخوة بالأمانة وهو لا يدري لها معنى، يبشر بالأمانة، ينادي بالمحبة وهو لا يعرف للحب معنى. يمكن أن يكون مجرما كبيرا، قاسيا، فظا، غليظا، أما أن يكون من دعاة المحبة فشيء مستغرب، لكنه من المبشرين بالمحبة، يتحدث عن المحبة وعن الأمانة وعن الطهر، والحال أنه لا حظ له ولا نصيب من هذه المعاني النبيلة. في القديم قال أفلاطون: من ليس طاهرا لا يستطيع أن يفهم طاهرا. من ليس طاهرا في نفسه لا يستطيع أن يفهم ما هو الطهر، لا يستطيع أن يفهم منطق الطاهرين. من ليس أمينا، ونحن في سنن أفلاطون نجري ونقول: من ليس أمينا لا يستطيع أن يفهم منطقا للأمانة، ويعرف منطق التخون والخيانة والتغول والاستغلال، كما نقول بالعامية الطايح رايح. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب أيها الإخوة. ما معنى أننا نخاف من الحرية أيها الإخوة؟ أكثر الأمم ربما خوفا من الحرية وتوجسا من هذا المصطلح أيها الإخوة، الذي يعادل في ذهنها وفي مداركها التفلت والتسيب والإباحية وصنوف وأنواع الشذوذ المختلفة. الحرية، هذا معنى الحرية. معنى الحرية خراب الديار أيها الإخوة، خراب الأخلاق والقيم، ضياع الدين،
تخرق الذمم، هذه الحرية. لماذا نخاف من الحرية؟ لماذا نخوف من الحرية؟ وقبل أن أجيب أحب أن أصادق وأن أقرر أنه حق لنا وحق علينا أن نخاف من الحرية. نعم، نحن بطريقتنا وبطرائق نشأتنا وتنشؤنا وتربيتنا أيها الإخوة، حق علينا أن نخاف من الحرية، ينبغي أن لا نطمئن إليها، وهي حقا تعني التفلت والتسيب وكل صنوف البذاءات والقذارات. سألني رجل متعلم وعلى مستوى عالٍ وعلى مستوى عال من العلم والثقافة، قال لي: لماذا يا أخي حين تأتي نساؤنا أو بناتنا من بلدنا البلد الفلاني إلى أوروبا، قال أنا رأيت هذا مرات لا أحصرها وصدمت ولا أزال مصدوما، فإنهن يسارعن. ليس كل النساء، حاشا النساء، حاشا العفيفات الطاهرات، فإنهن على الأقل بعضهن يسارعن إلى نزع ليس الحجاب فقط أيها الإخوة، حجاب ماذا؟ هذا حجاب ظاهر، إنما حتى حجاب الباطن، ويفعلن الأفاعيل ويحتقبن الموبقات والعياذ بالله كأنهن ظمآوات. طبعا والحديث لا ينبغي أن يكون وقفا على النساء والشباب أيضا، شبابنا ورجالنا. أنا في الحقيقة أيها الإخوة لا أحب أن أصف نفسي بما وصف به الرجل نفسه، أنني مصدوم، أكثر من مصدوم، أكثر من مصدوم. قبل أيام جلست إلى رجل، الرجل يتحدث عن الفاحشة يستهل بها استهلاله بالحديث عن أكل وشرب، شيء عادي وعلى أساس أمامي، وهو يعرف أنه هذا على الأقل رجل يعني يمثل الدين، ها، من أهل الدين، والرجل بكل بساطة يقول: ماذا بوسعي أنا أفعل هذا؟ يفعل هذا يوميا، يعيش في الحرام يوميا يوميا. طبعا أكبر من مصدوم، أكثر من محبط، أقول غير فاهم، ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ لا نحب أن نندب ولا أن ننوح على أحوالنا، نريد أن نفهم، جئنا وجئت لكي نفهم سوية أيها الإخوة. هذا له علاقة معتلقة وثيقة بالخطبة الماضية. نخاف من الحرية أيها الإخوة، وفقدت الأشياء دلالاتها ومعانيها لأننا مقهورون، لم نختر حياتنا، لم نختر مساراتنا، لم نختر أخلاقنا وقيمنا، فرضت علينا. المرأة أو البنت أيها الإخوة إن نشأت في أسرة متدينة أو فيها رسوم الدين، ملزمة أن تترسم رسوم الدين، ملزمة. مصيبة أن يقال بنت فلان المتدين أو الشيخ ليست محجبة، مصيبة. ولذلك لابد أن تتحجب في البيت، صلت لم تصلي هذا لا يعني أباها كثيرا، انتبهوا. النفاق الاجتماعي هذا ليس الدين وليست الأخلاق وليست الأداء، هذا النفاق، النفاق المفضوح الضحل الذي دمر أخلاقنا ودمر شخصياتنا ودمر مسالكنا. نريد أن تتحجب البنت زخرفا للناس كي يقال هذا ما تريدونه أيها المجتمع أيها الناس، هذا هو، هذا ما تريدونه، قد أعطيناكموه، هذا ما تريدونه. تريدون أي أن نصلي؟ سنصلي، لأن من لا يصلي يجرم ويفسق وينظر إليه على أنه شيء مختلف تماما. إذن سنصلي لكم، لا لله، لكم